هاي بهذا الفيديو رح نتعلم كيف نعمل breaks page break و section break ب word document وشو الفرق بيناتهم. إذا أنا مثلا بدي حط هذا الباراجراف على page لحاله وبدي إنه دايما هذا الباراجراف كيف ما أنا غيرت ال position أو الفورمات تبع هذا document اللي عندي إيه يضل هذا الباراجراف على page مفصولة عن page تبع ال introduction. بحط الماوس على راس هذا الباراجراف يعني على التايتل، بروح على layout وبحط شيء اسمه breaks اللي شايفينه هون، بكبس على الارو. عندي two types مثل ما شايفين، شيء اسمه page breaks وشيء اسمه section breaks. رح نبلش بالpage break، بحط له page break. مثل ما لاحظتوا هيدا التايتل نزل لحاله على تاني page، وبقى عندي بس بأول page الintroduction لحاله. هيدا أول نوع من البريكس يلي ممكن أنتو تستعملون. تاني نوع يلي هو السكشن بريك، إذا أنا مثلا بدي أعمل أول بيج تكون بورتريت يعني مثل ما شايفينها جاي بالطول، تاني بيج تكون لاندسكيب، تالت بيج ترجع بورتريت. كيف بقدر أعمل هيدا الشي؟ رح أجرب أول شي أعملها بلا ما أعمل ولا سكشن بريك. إذا أنا حاطة الماوس على تاني بيج رح حط orientation landscape، بتطلع بلاقي كل البيجز من الأولى للآخرة صاروا landscape، بس أنا مش هيدا الشي اللي بدي إياه. سو شو بعمل؟ بروح على البيج يلي أنا بدي إياها تكون landscape يلي هي البيج 2، بحط الماوس على أعلى شي بهيدا البيج، وبروح على breaks وبحط له section breaks وبحط له continuous. بهاي الطريقة إذا بروح على الفوتر بتلاحظوا كتب لي هون section 2، وإذا بطلع على أول page كتب لي section 1. So صاروا page 1 أو pages يلي قبل هيدا page وهيدا page مفصولين عن بعضهم كليا، كأنه هون في مقص قصهم عن بعضهم، كأنه صاروا two documents مفصولين عن بعضهم. So أنا هلأ إذا بحط الماوس على هيدا page وبحط له باللايوت بالاورينتيشنز لاندسكيب، بتطلع بلاقي كل اللي قبلها بورتريت هي لاندسكيب، بس المشكلة انه اللي بعدها كمان رح يجي لاندسكيب. تحل هيدي المشكلة بروح على البيج اللي انا بديها ترجع بورتريت، بحط الماوس على اعلى شي فيها وبروح على لايوت بريكس، وكمان بعد مرة بحط لها سكشن بريك، كمان بحطها كونتينوس. يعني أنا بدي إياها تكفي، يكفي الدوكيمنت ما تخلق لي بيج فاضية، لأنه هون إذا حطيتوها next page رح يخلق لكم بيج فاضية ويرجع يحط لكم هود الانفو على بيج جديدة، أكيد فيكم تغيروا الأورينتيشن واللي بدكم إياه، بس أنا ما بدي يخلق لي بيج فاضية فبحط له إياه continuous. وهلا كمان فينا بسكشنز شوف إذا زبطت، صار عندي section 3. فأنا تقسم عندي هيدا الدوكيمنت لثلاثة سكشن، الأولى بورتريت، تاني لاندسكيب، وهيدي بدي ردها بورتريت، برجع بحط الماوس عليها، بروح على layout orientation بردها بورتريت. مثل ما لاحظتوا صار عندي بورتريت، لاندسكيب، بورتريت. بشو بتفيدني السكشن بريك كمان؟ بتفيدني بترقيم الصفحات. أنا بقدر لما بدي شيل أرقام الصفحات رح فرجيكم، بس بقدر حط له يا different first page يعني ما ترقم لي أول صفحة، يا different odd and even pages بصير رقم لي صفحة أي صفحة، لا يا هن ال odd يا هن ال evens. إذا أنا بدي شيل ترقيم من page table of contents كمان ما بقدر شيله، لأنه إذا شلته رح ينمحه عن كل الباقي. بينما لما أعمل section break رح يطلع عندي كل section ترقيمه لحال. انتبهوا أرقام الصفحات ما بيتغيروا، بيضلوا بالأوردر ذاته، يعني إذا هيدا البيج 2 لو حتى السكشن اللي بعدها هي غير سكشن بس رح تضلها بيج 3 ورح تضلها اللي بعدها بيج 4، وما بيأثر هيدا الشيء على ترقيم الصفحات، بس بيأثر على وجود الفوتر أو البيج نمبرينج أو غيابه. مثل ما لاحظتوا هون بالسكشن 1 كنا ماشيين صح بالبيج نمبرينج 2 of 6 3 of 6، لاحظتوا انا حطيت لي of 6 يعني عددهم كلهم، عدد كل السكشنز. بوصل على السكشن 2 بلاقي انه ما بقى في فوتر. اللي بدي اعمله هلا اني زيد فوتر هون
بس رح زيده بغير طريقة. أنا قررت إنه بالسكشن 2 ما بدي حط اسم المدرسة، رح حط بس page number. رح روح button، نقي مثلا هيدا الستايل، لاحظت حتى اللي إياها 4 يعني كفى بزيت الترقيم، بس أنا ما انجبرت كفي بزيت الفوتر على كل الصفحات. سو بهذه الطريقة إذا أنا حابة مثلا شيل الفوتر من صفحة الـ table of contents، بخلق section break بالintroduction يعني بأول page اللي هي دغري ورا الـ table of contents. رح أخلق كمان continuous break ورح شيل الفوتر من هون ورح روح على section 2 ورح حط page number هالمرة، فيني ارجع حط footer اكيد، رح نقي style تاني، رح حط page number ورح روح نقي page 1 of 1. مثل ما لاحظتوا دغري حتى لي اياها page 3 of 5، بطلع على البيج اللي قبلها بلاقي بالفوتر ما في شيء لانه انا عامله section break، بس ما بلش لي document جديد، كفي لي عد بالpages يعني ما راح علي البيجز total number of pages بعدهم 5، وبعرف حالي انا بهيدا البيج انا بثالث صفحه من هيدا الدوكيمنت، بس هوليك منهم مرقمين، اكيد اللي بعدهم بكفي ترقيمهم عادي. سو هيدا كان كل شيء بخصوص البريكس، البيج بريك والسكشن بريكس.